السلام عليكم يا ولدي. السلام. في حط طويل بجلابية جا هنا؟ قوة بيشتري. انت اخينا قاعد هنا بتشتري؟ ايوه يا عمي. طيب في واحد يا ابوي جا معاك هنا اسمه الضوي، جايبينه اربعة شايلينه وسكران. طب خالب الدنيا فوق، يا تاخده يا عم يا تتكلوا على الله وتمشوا. طب هعمل له ايه يا عم؟ يا ابوي في ناس ساكنة في العمارة، خده وامشوا. هعمل له ايه؟ طب يا عم يا عم اتصرف انت وشوف لك حل، يا تاخده وتمشي يا تنزلوا من العمارة، في ناس ساكنة. الحاج احنا دلوقتي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا معانا مشكلة مع الحاج عباس طب بركات، عارفه؟ تمام عارفه، راجل جارنا وراجل تمام وكويس. الراجل ده احنا معانا مشكلة معاه، وجينا وقلنا له ما تقتلوا، انا قلت ما تطلعش ما تطلعش ما تطلحش. يا ابوي انت تطلع وتنزلوا، والحاج عباس بركات راجل جارنا وتمام، انت خد قريبك ده واتكلوا على الله. يا تطلع اطلع اتصرف يا عم، اطلع اتصرف معاه وشوفه. الساعة كام دلوقتي؟ طب دلوقتي جايبينه اربعة، اما بكره هجيبه 16 سكران. يا عم اطلع شوفه. الساعة كام دلوقتي؟ يا عم ما اعرفكش، يا تطلع تفضي لي الشقة وتمشوا دلوقتي، يا تشوف لك حل مع قريبك. اتوقع الله حاجة هشوف حل المشكلة. حل هذا دلوقتي يا عم. حل هذا خلاص يا عمي، خلاص روح يا عم. خلاص يا عم. السلام عليكم. روح عمل حل. يلا اتصرف بس عشان حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابو الشيخ، تجيك من عالي تاكلك عربية. استغفر الله العظيم يا ناس. هذا هو اللي ما يجيب الناس صحي جاي يريح مخه من الصف. الله العظيم يا ربي، برضو ورانا ورانا وجع الراس. يا ربي وداني ما غلط قاعد يا ناس. يا اولاد ايه جابني هنا وكنت وين؟ ايه جابني هنا؟ ايه عم اللي حاصل ده؟ ايه اللي حاصل ده؟ ايه اللي حاصل؟ الحاج محمد دلوقتي بيقول لي الحاج الدوي جاي سكران. انا؟ واربع تنفار شايلينه. كنت السكران يا ابوي. وبيقول لي جاي حفيان من غير الجزمه، فين الجزمه بتاعتك؟ فين الجزمه بتاعتك؟ ما اعرفش الجزمه راحت وين، انا ولا عارف تلفوني ولا فلوسي، ما عارف شيء حاجة. طب ده وضع ينفع؟ فين الجزمة؟ ما عارفش. أنا خالك كل اللي افتكره عارف، بعد ما اتعشينا أنا وأنت؟ أيوه. مش قلت لك أروح أفرط رجلي أتمشى؟ أيوه. جابني عيل بعضلات، واحد كده تخين بعضلات اسمه حمو. تمام. في الغردقة هنا. طيب تمام. قال لي يا عامل يا حاج دوي انت عارفني؟ انا اسمي حمو. قلت له ولدي ما اعرفكش. قال لي انا صاحب ولدك شحت. تمام. قلت له اهلا يا استاذ حمو. قال لي والله لا تاجي، قال اعزمك على حاجه. تمام. اتاري حمو ده مصطفى شغال في ديسكو. تمام. اسمه شوته كني ولا كوته. تمام. ليت الكوته كني ولا كوته ما اعرفش انا. دخلني يا مصطفى الديسكو ده. اول ما دخلت يا مصطفى لقيت الدنيا مضلمه خالك، وحريم مع رجال كله سكران يا مصطفى، وكله بيحضن في بعض. انا خالك اول ما شفت الدنيا هايصه كده راح في عيل قال لي ازيك يا حاج، قال خذ شويه صاقع في كوبايه صغيره كده. تمام. قال خذ شويه صاقع يا حاج، الجو حر ضري على زور. تمام. انا خالك خدت شويه ال الصحاقه الصاقعه دي، بعد ما شربتها مصطفى ثلاث دقائق والقى لك الدنيا كلها لفت معايا. خالك انا اتاري هو الواد بيديني خمره يا مصطفى، وانا خالك عارفني انا ما يعني، انا كوبايه الياسون بتخليني مغيب ثلاث ايام. اول ما اداني يا مصطفى شويه اللي في القزازه الخمره دي في الكوبايه، والديسكو ده يا مصطفى فيه صنم، عارف ايام قريش؟ ايوه عارف الاصنام بتاع قريش. ايوه ايوه. التمثال ده قايل كده يا مصطفى فوق، والعيال كلهم مع الحريم بيسكروا تحت وبيرقصوا تحت الصنم. تمام. اول ما اديت يا مصطفى بصيت في الصنم ده فوق، اتهيأ لي يا مصطفى انه بيغايز في ويقول لي لو راجل اطلع لي يضوي السنة. انا خالك
اول ما تهيالي انه بيكلمني طلعت ياه. طلعت لفوق؟ ركبت السلم وطلعت له. تمام. واشتغلت ضرب في الصرع. تمام. اول ما اشتغلت ضرب في الصرع يا مصطفى لقيت العيال يبطلوا رقص ويزعلوا. زعلوا. اول ما زعلوا يا مصطفى رحت الشيخ انا بطلت ضرب. راحوا رقصوا تاني. اشتغلت ضرب في الصنم تاني رقصوا زعلوا يعني قول يا مصطفى جدهم الصنم ده. الله العظيم يا رب. بعد ما نزلت يا مصطفى لقالك العيال شغالين بالعضلات ضرب في لما عدموني العافيه. هند نفسك يعني؟ هند. انا بيني ما بينك طلعت يا مصطفى لا عارف نفسي حفيان خالك ولا عارف اي حاجه في الدنيا يا مصطفى. كل اللي فاكره يا مصطفى جزمتي السوداء. ايوه جزمتك سوداء. ما لقيتهاش. ما نظفوك حتى الجزمه خدوها؟ خدوها يا مصطفى. بعد ما فقت خدوا جزمتي السوداء ولقيت ده في جيبي. فرجت كل شيء في جيبك؟ انا ما اعرفش الدنيا هاصت يا مصطفى اشتغلوا ضرب في لقيت ده. ما اعرفوش ده بتاع مين؟ ممكن يكون بتاع توته بتاع التمثال. ما كنت جبت فرده واحده ولا جبت اثنين؟ ما اعرفش بقول لك. ما عارفش. خسارة جبت واحدة بس. بس فلقيت يا مصطفى بعد ما جيت هنا لقيت ثلاثة أربعة ما عارفهمش بيفوقوا في. احترم نفسك يا حاج. احترم نفسك بالله عليك يا شيخ. وأنت خالك أنا بتاع خمرة؟ مش عايزين إهانة يعني الراجل دلوقتي الراجل اللي مسكن الحاج محمد ده عنده. شغال يقول أنتوا بتسكروا وأنتوا مش بتسكروا. قلت له يا حاج إيه في حصل؟ قال لي صاحبك أربح تنفار شايلينه. قلت له يا عمي دي عندي انا وحطها اشوف ايه الموضوع ده. يا ابوي انا قالوا لي حاجه صاقعه يا ابوي. انا ما اعرفش. جايين احنا نيت عشان نفك خرجنا يومين ثلاثه. ايه موديك؟ وانا ايه جابني الغردقه مش انت؟ انا احنا جايين قلت لك هنتفسحين ثلاث ايام. ايه وديك انت مع عيل دور دور عيلك دور ولدك؟ وانا عارفه ولا هو نده علي مصطفى؟ افرض نده عليه. قال لي تعالى البسكو ده. افرض ندها عليه، ايه وديك؟ ايه وديك الاماكن زي دي؟ ما اعرفش، العيال يا مصطفى العيال اجاره اجارك الله هناك. واحد عنده 50 سنة يتهان. لا تهنت. تهنت وتضربت وتبهدلت بس ما تقولش لحد في البلد. لا أنا في الصبح. ها؟ في الصبح بكرة توديني. أوديك وين؟ بكرة توديني المكان ده. ليه؟ أنا هشوف مين عمل العمل ده والواد اللي اسمه حمو ده تجيبهولي. وانت حمو ده مصطفى ده دراعه كيه ومعاه خمسه سته عيال عضلات هيعدمونا العافيه يا مصطفى. ما لازم نشوف لنا حل الموضوع. لا احنا بص يا مصطفى بص لا نشوف حل ولا غير حل. احنا خلاص ما حد شافنا احنا بنضرب. لما نجيب الجزمه بتاعتك ونجيب لك الموبايل بتاعك. يا ابوي بص وانا هقول لحمو ليه وديته؟ ها؟ انا هقول لحمو ليه؟ هات لي حمو. انا هقرا لحمو. هقول له لحمو ليه وديته؟ هتروح لحمو عشان يضربنا تاني؟ هتكلم معاه كلام يا ابوي ولا حمو ولا بمو. دي العيال ضايعه هناك يا مصطفى. العيال ضايعه ما مش هيسمعوه. ده انا اول ما ضربت التمثال ده بتاعهم اللي في الديسكو عدموني العافيه. العيال بقول يا مصطفى جدهم ده يمكن واحد لو ضربت ابوه مش هيزعل عليه قد التمثال اللي فوق ده زي ايام قريش. في حياتنا ما حد قال لنا كلمه. في حياتنا ما حد ضربنا. في حياتنا يا شيخ حرام عليك اللي انت عملته ده. نصيب خلاص يا مصطفى ولد ده. يا ابوي مش على قصة كيه؟ العيال دي ممكن يوصل الكلام ده البلد ويقولوا ضربته. لا هم مش عارفين لي من وين. ما تبهدلنيش خالك خلاص. خلاص بس. طب والمحمد ده؟ محمد بكره نقول له معلش قول له الحاج تحدد داله بالشعمه في كوبايه شاي خالك. ده يا عمي قال لي قابل العيال هم نازلين. قابل العيال. انا عايز اعرف ده بتاع مين؟ انا ده عارف. بتاع مين ده؟ يقول بتاع حمو. ها؟ يقول بتاع حمو ده. اوعى يكون ضربوك بيه. ها؟ اوعى يكون ضربوك بيه ده. انا ما شفتش انا اغمى عليا مصطفى عيل اداني بوكس في ودني نوم. ما اعرفش اي حاجه ما فقتش غير هنا. هم بيدوني بيفوقوني هنا. انت بص الموضوع ده لازم هنوضع له حل. هنجيب لنا 20 30 واحد وهنروح وهنجيبهم ونشوف مين ابتدى بالغلط الاول. طب يا ولدي ما شافوهمش هم وبيضربوا شافوهم هم وبيصالحوا. هتفضحني يا ولدي. خلاص انا مسامح في حقي. روح اشتري لي جزمه بس. روح عشان روح بلدنا يا اخي. روح هنروح نجيب جزمه وهنمشي دلوقتي. ماشي مش قاعدين تاني. ماشي بس ماشي. يا راجل بلا قله ادب جهز الشنطه.
ما جهز الشنطه حاضر جهز الشنطه اجهز جهز الشنطه عشان اللي بنفسه وقالنا ملك يلا ماشي ماشي فضحت يا ضوي اخر زمان ني مو الدين يا ابوي يا مطلعني يا ابوي تاع مين ده